والرائع الذي يثلج الصدر في هذه المعركة مع عدونا أن الأبطال في الجبهات يتسابقون على الشهادة، أنهم يتنافسون على الشهادة ويتسابقون عليها. وقد صلى الناس اليوم في الميدان على ابن عفان بعيو، وسبقه من قبله بعض إخوته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم جميعا ويتقبل سائر قتلانا في الشهداء الأبرار في عليين، ويعوض أهلهم فيهم خيرا، ويثبت الأقدام، ويمن علينا بنصر قريب.